سي عبد الناصر بوكجا نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الركبي، مرحبا بك موقع ميت سبور. شكرا شكرا. سي عبد الناصر، قراءة في الجمع العام الانتخابي اللي تم انتخاب ديالكم نائبا للرئيس. وقيلا ما غنبداوش بلا داكشي اللي ماشي ما مزيانش اللي ما صالحش، خصنا كاين هاد الصفحة نطويوها، وداكشي ما تيشرفش الحقيقة، لأن لا يعقل جمع اللي استمر أكثر من 12 ساعة هو خصو يكون في ساعة ساعتين. الحمد لله النتيجة هي كاين مكتب اليوم، مكتب جديد فيه الإخوان اللي عندهم تجربة، عندهم تاريخ، وعندهم وكاين الإخوان اللي ولاو اليوم عضو في الجامعة الشبان. حنا خصنا نفكروا في المستقبل، حنا عطينا وباقي كنعطيو، ولكن خصنا كيما كيقولوا بالفرنساوية بريباريو لا غوليف. هذا مهم، لأن واحد اللي كيسير المانجير خصو يفكر في المستقبل. وهذوك الحمد لله كاين واحد البرنامج اللي غيكون، وهذه نهضة جديدة ديال الركبي في المغرب، هذه انطلاقة جديدة للمستقبل، وإن شاء الله غادي يكون غير الخير كي تيقولوا، لأن الإخوان كلهم محمسين ياك، وعندهم واحد الإرادة كبيرة باش نعاودوا نخلقوا داكشي اللي كان في الماضي. هذاك كاع التاريخ ديال الركبي اللي قدرنا نرجعوا منه غير شوية، راه يمكن نقولوا راه وصلنا إن شاء الله. سي عبد الناصر، انتم الان دخلتوا المجال ديال التسيير، وما نقولوش دخلتوا لان رجعتوا، لان كنتم مسيرين سابقين في الجامعه. الان شنو هما الشروط اللي طرحتوها، شنو هما البدائل اللي يمكن طرحتوها باش تمشي هذه القافله ديال الركبي؟ طبعا ما نقدرش نرجعوا للماضي، المهم ما نقدرش نرجعوا للتسيير اللي كان 10 سنين وحنا عايشين في حرب. راه ماشي بقاش رياضه، ولات حرب ديال الانانيه، وحرب اللي كاع داكشي لي فالور ديال الركبي مشاو، لو ريسبي، لا كونفيفياليتي، لا سوليداريتي، كاع داكشي كاع فقدناه، كاع داكشي المبادئ اللي كانوا عندنا مشاو، خصنا بعدا نرجعوهم. نحاولوا نرجعو واش في السبعينات في الثمانينات كانوا كيعطيو المثال بالركبي، في التسعينات كانوا كيعطيو المثال بالركبي، الناس قارين واعيين، ياك تيلعب واحد الرياضه واخا هي فيها شويه ديال شويه العنف، ولكن تيكاك وكلشي، ولكن اللي كيساليو كيتسالمو وكيتعانقو وكيتعشاو بيناتهم وكيتجلسو وكينشطو بحال ما كان. هذا هو الركبي اللي كان، حنا بغينا غير ذاك الركبي اللي كان، نحاولوا نرجعوه بشويه، وغادي قلت لك غادي راه مشينا في واحد الطريق اللي غادي ان شاء الله تعطي الثمار ديالها. هذا هو التمنيه ديالي، التمنيات هما إلى غن ندوزو من هاد المرحلة هادي، وغادي يكون واحد النشاط كبير هاد العام في المغرب. قاع التظاهرات اللي كاينين في إفريقيا غادي يكونوا في المغرب تقريبا، والمغرب غادي يرجع لبلاصتو اللي كان فيها على الصعيد الدولي. هذا هو هادشي اللي ربحنا، هادشي إلا رجعنا فين كنا على المستوى الدولي، راه كان مستوى كبير ديال الفريق الوطني، ولا وكانوا الناس ديال فيدراسيون ماروكان دو ركبي كانوا محترمين. وما نساوش باللي عندنا واحد السيد اللي يمكن يعاوننا ماديا ومعنويا، لان مغربي وتيغير على المغرب، وهذه الحاله ما كانش راضي بها. خصنا نكونوا صراحه، ما نبقاوش نتخباو ونقولوا هذا. والتسيير حنا ما يمكنناش نقبلوا على ذاك السير اللي كان، اما نسيروا بواحد الشفافيه، واحد الحكامه، والصدق وبجديه، الا كان هذا الشيء اتفقنا عليه راه غادي نوصلوا. واعتقد مع داكشي اللي شفت والاخوان اللي كيكونوا هذا المكتب كلهم ناس تبارك الله الحمد لله اللي فيهم الثقه، وباغين يرجعوا هذاك الشيء اللي كان ديال الركبي قبل، غادي يرجعوا هذا الشيء اللي بغاو هما. وان شاء الله غادي الاهداف ديالنا غادي نوصلوا ليها، ولكن بشويه دقه بدقه كي تنقولوا. ما يمكنناش كل عام غادي غنحاولوا باش نحاولوا نعاودوا الهيكل ديال الجامعه بدرجه، ونعاودوا الهيكل ديال الجامعه، ونخلقوا
العصاب، أربعة العصاب خصهم يتخلقوا. أساس أساس هو العصاب. العصاب يتخلقوا خصهم يتخلقوا دابا إن شاء الله هاد العام. دونك واحد جديد جديد ونديروا أساس جديد ديال هاد الجمعية، هاد الجامعة، باش يمكننا نمشيو في واحد الطريق اللي غادي تمكن لينا ان شاء الله نحققوا الحلم ديالنا. هو ان شاء الله علاش لا يمكن الفريق الوطني تا هو يرجع، لان دابا في جروب سي والعام الجاي غادي يكون هنا في المغرب التورنوا، غنكونوا في الدير ان شاء الله. غنبقاو قلتك عطينا واحد عامين ان شاء الله وغادي انت دابا الان غتحدثنا على الاستراتيجيه اللي غتعتمدوها في بناء، ماشي نقولوش بناء، في اعاده بناء الفريق الوطني. دابا حنا كاين المعاونات، الدعم ديال افريقيا الغربيه، ديال الكونفدراليه الافريقيه. المسؤول غادي يجي لهنا ياك، وغادي يجي واحد الشاب حتى هو اللي متخصص في هادشي ديال التنظيم الاداري، لان خصنا الاداريين تنظموا، وخصنا نحطوا بعض المساطير باش نتمشوا في واحد الجو اللي غادي يمكن لينا نخدموا قانون وغادي نعاود الهيكل لي كوميسيون كرياسيون دي كوميسيون لي جين خصهم يخدموا ويكون عندهم استمراريه في الخدمه ديالهم، ويكون عندهم الامكانيات باش يخدموا. ما يبقاش داك واحد السيد كيدير كلشي وما تيدير والو، لا، اللي عنده المهمه ديالو خصو اللي بغى يخدم يدخل. مرحبا. لا معلوم، الابواب مفتوحه. مفتوحه. نتوما ما قصيتو دابا حتى واحد. لا ما نقولها نصلح بها. ما الاخوان اللي باغيين يرجعوا مرحبا بهم. وهذا نداء من هذا نداء كنقول الاخوان، واخا دابا حنا قول لهم ماشي في حرب، قلت لك راه خصنا نبداو من جديد. نبداو من جديد، لان ما عندناش، راه ما عندناش حنا ماشي 200 واحد اللي غتقرا. الناس معروفين يقدروا يعطيو شويه في هذه الرياضه ويقدروا يعاونوا واللي كيغيروا على هذه الرياضه. كما قالوا ناس الغيره، حنا قلال واش فينا ما يتقسم. ما حنا راه قد ما يتقسم فينا، ولكن بالصدق والنيه نيه حسنه. طبيعه الحال حتى حاجه اخرى هي نكونوا الناس كنتعاملوا واحد المعامله صالحه. لمن لان ما عندنا حتى شي صلاحيه خاصه. انا ما دخلتش، انا مشيت عندي 10 سنين. انا جيت لان هادشي ما يمكنناش نبقاو فيه، لان ضيعنا الوقت بزاف. انتم كنتوا من اشد المعارضين للسياسه ديال اللي كانت ديال الركبي، وكنتوا صرحتوا في غير ممر وعلى المنبر ديالنا بانكم غير راضيين على الوضعيه ديالنا. دابا انتم رجعتوا، شكون هما الفرق اللي كانوا معكم حتى هما رجعوا؟ عندك اسفي نعم، لان فرقه كبيره. عندك وجده ليزو رجعت. عندك تقدم تاهما رجعوا. عندك فرق جداد تاهما جاوا. عندك النصر الفاسي فرقه جديده تاهي، ولكن بدات كتكون. فهمتي، كاين فروق اللي عندها اللي زعما غادي. وعندك ليمسي حتى هما فرقه كبيره. قلت كي خلقنا العصاب ودرنا الفروق، دابا كاين 7 ولا 8 في وجده. في الدار البيضاء دابا 4 فروق جداد. دابا غنوليو 8 من غير هذوك القدام اللي معروفين، الكوك والرامو داكشي والزاك. دابا راه كاين واحد الفرق جداد تبارك الله. دونك غير هنا نقدروا لحد السبت لحد الدراري يبداو يلعبوا غير بيناتهم، بلا ما يسافروا بلا ما يمشيو لبلاصه. فهمتي، نديروا لا ريجوناليزاسيون هذا الى كرياسيون دو ليغ هي مهمه، لان تعطيها امكانيات والصلاحيات باش تمثل لها تكون هي لا بيبينيير لي زيكول. تكلف غير بلي لي مينيم لي كادي لي بنجامان، و تكلفوا غير بهذا الريكبي النسوي حتى هو يتحلى. وي خصو يكون مهم. انتم اللي كنتوا الاولين في هذا الريكبي النسوي، لان تنعرفوا الكوك عنده واحد الفرقه ديال الفريق النسوي، فريق كبير. كانت في الثمانينات كاع. الثمانينات كان الاولمبيك البيضاوي عنده فرق نسوي، وهذا هو الهدف. صعب نصر، العلاقه ديالكم انتم كنائب الرئيس ديال شنو هما، شكون غيتكلف بالجانب الخارجي اي مع الكونفدراليه الافريقيه ومع الاتحاد الدولي ديال الكره المستطيله او كره الركبي؟ ما يخفاش عليك بلي انا عضو في افريقيا الركبي في اللجنه التبتيئيه ديسيبلينير جوريديك القانونيه، معناها السي الشيخاوي هو الرئيس.
دونك انا حنا عندنا اتصالات حنا دابا داخلين الحمد لله في لوغاليزاسيون ديال في التنظيم ديال الرغبي افريقي وعندنا اصدقاء في فرنسا نعم ما نخصش نساو باللي الاخوان ديال فرنسا مستعدين باش يدعمونا باش يديروا التكوين ديال الحكام التكوين ديال المدربين تبادل لي زيشانج بين لي فيديراسيون نسيني واحد كونفونسيون مع لا فيديراسيون فرونسيز دو رغبي باش هي تكون لينا باش تجيو الناس تفير دي سيمينير دي ستاج وحتى حنا نسيفطوا الاخوان اللي باغي اللي باغيين يزيدوا يستمروا في الدراسه نسيفطوهم حتى هما فرنسا يبان مفتوحين هذا هو المغرب هذه هادشي اللي كسبناه دابا مصداقيه على الصعيد الدولي هذه مهمه لان مشات لينا والانفتاح التبادلات مع الجامعات الاخرى العربيه بخاص وما تنساش المغرب العربي لان الجزائر اسست الجامعه ديالها وتونس هي عندها فقط دونك كنا نديروا واحد تريناسيون ديال المغرب العربي علاش لا علاش واخا كل عام نديروا هنا في الدار البيضاء ولا في الرباط وفي وهران وفي تونس علاش لا هذه الرياضه حنا دابا حنا كنديروا غير الرياضه علاش ما تكونش هذه حتى هي في المشروع اللي غادي يكون ان شاء الله على الصعيد التبادلات الخارجيه قلت لك هذا العام غادي يكون ان شاء الله غادي يكون التنظيمات ولي زيفينمون ولي تورنو غيكونوا بزاف في سيمينير في مراكش غادي تجي الكونفدراسيون الافريقيه والكونفدراسيون ديال الورد رغبي غادي يجيو لمراكش اربع ايام فهمتي غادي يكون تورنوا ديال سات في جده ياك ان شاء الله غادي يكون الرغبي اللي كان كاع داكشي اللي كان كيكون في البلدان الاخرى غادي يرجع للمغرب بالنسبه للبطوله هذه خاصها تنطلق البطوله خاصها انا ما نكرهش لان 15 يوم قبل راس الشهر ان شاء الله نبداو البطوله لان مهمه حيت لان وقفنا دابا هذه 6 شهور تقريبا ما يمكنش راه كنا نستمروا واخا كانت هادشي اللي وقع كانت الشامبيونات تبدا لان ضيعنا الوقت لان الوقت النشاط الرياضي هو المهم لان دابا اللعابه تدربوا هذه 3 شهور وما كاين لا ماتش لا شامبيون لا مهم هذا النقطه المهمه الاساسيه اللي غتكون راه كاين واحد النقاط اللي غندرسوهم حيت غنتجمعوا ان شاء الله نهار السبت هنا غنتجمعوا في الكوك اللي غادي يكون اول اجتماع ديال المكتب الجديد اللي غادي يفتح ان شاء الله في العشيه غادي يكون في الصباح اللي غادي يفتح ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله غادي الجمع غادي الجمع هذا غير ديال الاجتماع ديال المدير اللي غادي يكون ان شاء الله انطلاقه جديده ونتمنوا ان شاء الله لهذه الرياضه النجاح في تعطي اللي عطات في الماضي ان شاء الله هذا هو الهدف الاراده ديالنا والهدف سعد ناصر تكلمنا على الفريق الوطني بواحد السرعه ولكن في واحد الحديث مع رئيس الجامعه قالنا بان الفريق الوطني راح احتل المرتبه الثالثه في واحد التورنوا رغم ان ما عندناش بطوله وهذا زعما هذا تيدل على الروح المعنويه ديال المغاربه تكلمنا على هذا الجانب كان الاقصائيات ديال في جوانيسبورغ هذه شهر تقريبا كانت والمغرب شارك مع الفرقه ديال المغاربه اللي كيلعبوا في فرنسا ودربوا شحال دربوا واحد داروا واحد تربوسات واحد ثلاثه ولا اربعه لقينا واحد المدرب فرنسي حتى هو اللي عنده كفاءات وهذا وكانوا في فرنسا في باريس ماركوسي وترينا وهذا انا ملي مشيت حيت انا كنت كوميسير دو ماتش انا كنقول للمغرب كان 12 الفريق 12 الفريق واحد غادي يدوز ديريكتومون الالعاب الاولمبيه اللي غتكون فري والالعاب ان شاء الله ياك حيت الركبي السباعي راه دخل هذا مهم والمغرب كنقول لا المغرب في الكلاسمون 6 ولا 7 راه مزيانه راه منيش لاحظنا بلي المغرب لا مشي تاهل دابا خصو يلعب شي مقابله فاصله على 12 سلا رتبه ثالثه مهم بزاف
وغينيا داس ديريكت وغينيا مشات دابا وبقى المغرب بقى المغرب تونس وزيمبابوي هما اللي غادي يلعبوا الريبيشاج يلعبوا تورنو بيناتهم لا ماشي لا 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 غادي يلعبوا مع كاع لي كونتينون مع اسيا اوروبا باش ياخذوا سي ريبيشاج 16 الفرقه 16 دوله اللي غتلعب اللي غتلعب في موناكو في شهر شحال غيمشي منهم الفريق وحده دونك الواحد يتمنى علاش ما تاكلش كلشي ممكن كلشي ممكن بالاراده الاراده يوصل المهم لا المهم سي المغرب دخل في السيرك انترناسيونال ديال الركبي السباعي دابا المغرب كان مشى ما بقاش في الركبي تسمع بقاش تسمع كاع في المغرب غادي يولي يشارك في تورنوا ديال هونغ كونغ ودبي دبي ولينغتون ولندن ولاس فيغاس كاع دوك لي دوك لي تورنوا الكبار المغرب صافي غيشارك فيهم هادشي اذا هذا راه مزيانه عارفه التجربه وقلت نقول لك اللي حنا هما اللي العلاقه مع الكونفدراليه الافريقيه تحسنات على ذكر العلاقه مع الكونفدراليه الافريقيه تنعرفوا بان عزيز بوكزا هو رئيس الكونفدراليه الافريقيه للرجبي وهو مغربي وابن الرجبي ولد الرجبي تنعرفوا بان عائله بوكزا هي عائله ديال الرجبي نعم اش غيعطينا عزيز المغرب بغض النظر على الخلافات اللي كانت بين بعض الاعضاء اللي كانوا ماشي كان كثار مخالفات راه عاودت لك داكشي اللي طرا كنا عارفين داكشي اللي طرا اللي طرا في غانا هاد السنين واللي طرا هاد العام ثاني بلا ما نجبدوا داكشي لان داكشي ما ماشي في الصالح ديالنا ماشي نجبدوا صافي نمشيو لقدام غادي يعطي الامكانيات لان المغرب ما بقى كنبقى عنده هذيك المنحه ما بقاتش ليه بغا ترجع ليه المنحه بعد اولا ياك اولا ثانيا شكون ولا مستشار لي لي ديفلوبمون ديال الرجبي في هذه المنطقه وفي الافريك سنترال الافريك شكون هو سي جلطي هو اللي دابا هو تا هو لو عود كاينين شي خمسه ديال الاعضاء مغاربه وقيله في الكونفدراليه الافريقيه كاين خمسه سمعت دابا كاين سي جلطي يلا دخل دخل هو دابا هو اللي غادي يتكلف بالديفلوبمون ديال الرجبي في المغرب كنقول المغرب ومصر تاهما اللي غادي يخلقوا لا فيدراسيون ديالهم وعندو دي بي تا هو دو افريك سنترال تا هو غادي يتكلف بهم غادي يكون دعم مادي ومعنوي في التكوين بور لو ديفلوبمون كاين واحد المنحه كتعطى لو ديفلوبمون ديال الرجبي والمهم هذا الشيء خصنا نعاونوا الفروق اللي ما عندهاش امكانيات يلا تكونت خصنا تشدوا بيديها واخا غير ليكيبمون لو ماتيريال هذاك هو المهم هذا هو المهم هذا الشيء اللي خصنا نعاونوهم وسيدي نقول لك السير خصو يكون واحد السير اللي هذيك المنحه اللي عندنا القليله نحاولوا نديروا بها اللي غادي يصلح لها الرياضه وبركه من داكشي ديال حتى الوزاره الا شافت حسن النيه وشافتكم انكم بغيت تخدموا طبعا تزيدكم في المنحه ولكن نقول لك واحد القضيه ما عندناش سبونسور علاش ما عندناش سبونسور علاش حيت الصوره ديالنا ما كانش هي ما كاينش وحتى الناس اللي عندهم امكانيه حتى الناس اللي عندهم امكانيه باش يجيبوا سبونسوري بعتوهم ما بغيتش حتى واحد كاين شي ناس ما قال لك ما تبقاش تهضر ما تبقاش تهضر لي على الركبي ما كيقول لك واش كاين واش واقيلا الركبي انا عرفتي ملي كيقول لي الاصدقاء ديالي تيقول لي السيد ناصر واش كاين الركبي حيت ما كاينش ما بقينا تنشوفوا لا بطوله لا والو ما بقاش كنخرج نقول لهم هادشي لا هادشي لا عطا الله ولكن راه حنا عندنا شويه الامال باش يمكن هادشي غادي يتبدل وهذا اليوم دابا الحمد لله وصلنا لواحد النتيجة اللي غتكون واحد انطلاقة جديدة للرجبي المغربي إن شاء الله بالتعاون ديال الإخوان كلهم وكاين واحد الإرادة وأنا متفائل إن شاء الله غادي نستطيعوا نديروا شي واحد الصورة موجزة على المكتب اللي متكون ديال أما شنو من نعم كاين شباب كاين الناس كاين الاخوان كان سيدي يونسي اللي خلق فرقه في عين سبع
كاين سي مقيت هو القدماء من القدماء هو تو رئيس ديال لزاقل. عندك سيدي السي الرجي اللي تو موظف وزارة الشباب والرياضة هو اللي غادي ياخذ هذاك يعاونكم مزيان كاتب العام كاتبنا مزيان كاتب العام. كاين السي حمدي تو يقدر يعاوننا يقدر يعاوننا تو عنده حتى هو عنده خبره وخلاص شي اللي حنا داك الشيء كلشي نسيناه صافي تنسى داك الشيء صافي دابا مشينا على واحد منهج جديد على منهج جديد وكنتمنى المستقبل ما يحشمناش الحقو نتائج المراد ديال قلنا نتائج اللي كنا كنحقوهم شحال هادي ترجعوا للصوره الهيبه والهيبه ديال الفريق الوطني وهادشي اللي كاين وهادشي نعم هادشي غنوصلوا ليه ان شاء الله تنأملوا باش ريغبي المغربي يرجع التوهج ديالو الاوج ديالو السنوات اللي كان بمساعده هاد الناس هاد الطاقات اللي تنضافت الى الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الركبي سي عبد الناصر بوكجا كنت مع مايت سبور شكرا لك شكرا والى اللقاء الى اللقاء.